أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة في رحاب الجامعة. كما دعت جميع الشرائع السماوية إلى العدالة الاجتماعية وحق أفراد المجتمع كافة في عيش كريم. ومع ظهور الدولة الحديثة ونتيجة التطور الصناعي والاقتصادي ظهر نظم الضمان الاجتماعي، وهو نظام شامل يتضمن مجموعة من الاستحقاقات التي تهدف إلى حماية الأفراد من المخاطر التي يتعرضون لها، وذلك من منطلق أساسي يقضي بتوفير أمن الدخل لهم. وتتألف نظم الضمان الاجتماعي في كثير من البلدان من مزيد من برنامجين هما التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية. تعتمد التأمينات الاجتماعية في تمويلها على اشتراكات المستفيدين، وتكفل تقديم استحقاقات للمستفيدين وأسرهم لمجابهة المخاطر التي يتعرضون لها كإصابات العمل والأمراض المهنية والبطالة والمعاشات حال الشيخوخة. أما المساعدات الاجتماعية فتمول من الإيرادات العامة للدولة وتقدم للفئات الفقيرة، وهي تتفاوت من حيث الشروط الشروط اللازمة للحصول عليها من بلد لآخر حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تشمل مزايا نقدية أو عينية أو كلاهما. تبدو أهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية والعملية بأن الضمان الاجتماعي يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان وشرطا ضروريا لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويلزم القانون الدولي الحكومات بتوفير الضمان الاجتماعي للأفراد، فهو يشمل مجموعة من الحقوق لا غنى عنها للإنسان، وهي أمن الدخل والرعاية الصحية وتوفير المسكن والغذاء، كما يعتبر أداة هامة لضمان الكرامة الإنسانية. أعزائي المشاهدين، ما فيش شك أنه التعليم محور أساسي من محاور التنمية. إذا اتكلمنا عن أي مجتمع في العالم فلا بد أن يكون التعليم هو السابق له الأولوية. وإحنا النهاردة في صرح من الصروح التعليمية في الصعيد وفي مصر كلها، جامعة أسوان بالتحديد كلية الحقوق، حديث عن كلية الحقوق جامعة أسوان وتاريخ إنشائها والخدمات اللي بتقدم من خلالها للباحثين وخصوصا في مجال طبعا القانون، سواء القانون الدولي أو القانون بصفة عامة. سعدنا أن أكون معنا السيد عميد كلية الحقوق بأسوان الأستاذ الدكتور أيمن علي أحمد علي عبد الغفار. دكتور أيمن، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بسعادتك أستاذ. الله يخلي معليك. بداية طبعا ناخد لمحة أو نبذة تاريخية عن إنشاء كلية الحقوق جامعة أسوان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تشرفنا بكم النهارده يعني في حضوركم وتشرفكم لنا في رحاب كليه الحقوق في جامعه اسوان. كليه حقوق جامعه اسوان طبعا الحمد لله من الكليات المميزه، واللي يمكن احنا ان شاء الله بدانا يمكن تقريبا في 2014 وخرجنا حوالي الدفعه حاليا الخمسه، خمس دفع خريجين. وطبعا الحمد لله يعني مكتملة الأركان، أعضاء التدريس وموظفين وطبعا وزي ما شايف حضرتك المبنى مستقل عندنا، ومكتبة واخبار سعادتك، وكل ما هو متاح لطلابنا أولادنا يعني يستمتعوا به في كلية الحقوق إن شاء الله. دكتور أيمن، بالنسبة للمجال البحثي ويقدم بالنسبة لي طبعا الماجستير والدكتوراه ومجال الارتقاء بهذا المجال، مجال البحث وخصوصا طبعا في القانون. والله الحمد لله احنا يمكن عندنا يعني عدد كبير من الطلاب
موجودين في كلية حقوق جامعة أسوان في كافة الأقسام العلمية وكافة التخصصات، سواء في التخصص في القانون المدني أو القانون الجنائي أو القانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص أو الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي وقانون المرافعات والقانون العام، وكل هذه الأقسام طبعا الحمد لله يعني موجود فيها أعضاء هيئة التدريس، والحمد لله في يعني رسائل أولادنا شغالين في مجال البحث العلمي في هذه التخصصات، وعلى قدر المستطاع الحمد لله احنا بنحاول برضو ان احنا ان شاء الله نزود من أعضاء التدريس برضو زمايلنا، على أساس برضو نزود من القدرات اللي موجودة في إطار ان احنا برضو نزود من مجال البحثي ومجال فتح دراسات أكتر في مجال تخصصات الدراسات العليا. دكتور أيمن، يعني عايزين نقول الكوادر، حضرتك أشرت نقطة مهمة لأعضاء التدريس والكوادر الموجودة، هل معظمها من هنا من أسوان أو من الصعيد؟ في نقص في أعضاء التدريس، ولا يعني تعتبر في اكتفاء أو موجودين أعضاء التدريس بشكل مطلوب يعني؟ والله هو حضرتك طبيعي في أي مكان وفي أي مؤسسة بتبدأ وليدة بتحتاج طبعا، يمكن بتكون لسه طبعا الكوادر محدودة، وبنكون طبعا لا من كافة أنحاء الجمهورية، يعني مش مقتصر الأمر على أسوان فقط، وإنما عندنا من اسكندرية لحد أسوان ممثلة كل يعني زمايلنا من كافة جامعات مصر موجودين في كافة التخصصات، وده طبعا ميزة أو شرف لنا إن احنا في ترابط بيننا ما بين أساتذتنا وزملائنا في كافة كليات حقوق جامعات مصر، بدءا من يعني من كلية حقوق اسكندرية، من المنصورة، من كلية حقوق المنصورة، من كلية حقوق طنطا، من كلية حقوق المنوفية، كفر الشيخ، كله طبعا الأسيوط، قنا، كل جنوب الوادي، كل زمايلنا بيشاركوا معانا في الارتقاء بكلية طبعا بالمنظومة التعليمية في كلية الحقوق جامعة أسوان، ونسعد بيهم ان هم طبعا بيساعدونا وبيوقفوا جنبنا على اساس ان هم طبعا يعني ننمي العملية التعليمية ويعني نستفيد من خبراتهم واولادنا يكونوا على درجة عالية من الكفاءة القانونية. بالنسبة لحضرتك للتعاون مع الجامعات الأخرى، وأيضا احنا عارفين ان كلكم برضو يعني نقول خطوات في مجال الحوكمة والتكنولوجيا، وبتستخدموا التكنولوجيا بشكل بيخدم الطلاب، بدل ما الطالب يسافر مثلا بنشوف اللي هو نقول النظام الرقمي اللي موجود حاليا. هو حضرتك طبعا يمكن في دلوقتي نظام التحول الرقمي، ودعا إليه سعادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو ان احنا نطبقه على مستوى طبعا الجمهورية، وان احنا نرتقي بمنظومة التعليم. طبعا التحول الرقمي دخل في كل المجالات، في التعليم، في الصحة، في مجالات كثيرة، في الصناعة، في التجارة، في كل حاجة. فأصبح دلوقتي حتى في مجال البحثي عندنا بيستعملوا طبعا موضوع التحول الرقمي والتحول التكنولوجي، واقبل سعادتك، في إطار الارتقاء بمنظومة التعليم ومنظومة البحث العلمي. طبعا في يعني مجالات كثيرة، واخبار سعادتك، أصبحنا في تعاون بيننا ما بين برضو بعض الجامعات المصرية، إن احنا بنستفيد من خبراتهم ونطبقها، باعتبار إن كلية حقوق أسوان كلية وليدة حديثة النشأة، فاحنا بنستفيد منهم برضو، هم بيمدونا بخبراتهم التكنولوجية والعلمية في سبيل إن احنا نرتقي بالمنظومة التعليمية والبحثية. فطبعا يعني نشكرهم شكرا جزيلا، ان احنا عندنا يمكن عملنا برضو مؤتمرات سابقا في هنا في اطار كليه الحقوق في جامعه اسوان، كانت شامله ان فيها جميع يمكن او معظم اساتذتنا في من اعضاء التدريس في جامعات في كليات الحقوق في كليات الحقوق على مستوى الجمهوريه، والهدف منه ان هم طبعا يشاركوا معانا، وان هم في موضوع البحث العلمي ويراعوا برضو اولادنا سياحه المؤتمرات. وطبعا
دي حاجه ثانيه بسياحه المؤتمرات دي. طبعا اسوان باعتبارها بلد جاذبه للسياحه، سواء السياحه الداخليه او السياحه الخارجيه، وده شرف طبعا لينا، واحنا بنحاول قدر المستطاع ان شاء الله ان احنا برضو نساهم وقدر المستطاع ان احنا ننمي من بلدنا، وان احنا ننمي من التطوير التعليم فيه من خلال جامعه اسوان وبالاخص في كليه الحقوق. دكتور، حضرتك النهارده في مناقشه رساله الدكتوراه في القانون الدولي، وبرضه رساله توجهها للباحثين عموما وللدكتوره زينب النهارده بالنسبه لهذا الحدث اللي موجود في كليه الحقوق. والله يعني اولا بنقول للدكتوره زينب ان شاء الله ربنا يكرمها وبالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقها وتناقش باذن الله وتبقى ان شاء الله تحصل على تقدير كويس، وربنا يوفقها بعدين في حياتها العلميه. ولكل الباحثين اللي موجودين في اطار في كليتنا وفي على مستوى الكليات الحقوق على مستوى جامعات مصر، ولاولادنا برضو في مرحله الليسانس ان هم يلتحقوا بعدين بالدراسات العليا على كافه، حتى لو احنا مش موجوده عندنا في الدراسات العليا موجوده كما في كافه كليات الحقوق في على مستوى مصر، تمام، ان هم بيلتحقوا برضو وبيمثلوا برضو في جميع الحمد لله في كافه الهيئات القضائيه والهيئات الحكومية. يعني احنا عندنا اولادنا الحمد لله ممثلين في كل الهيئات القضائية، سواء في النيابة العامة او في النيابة الادارية او في مجلس الدولة او في هيئة قضايا الدولة، او بس سعادتك عندنا في اكاديمية الشرطة برضو عندنا اولادنا الحمد لله، يمكن كل دفعة من الدفعات الخمسة يتم تخريجهم الحمد لله، ما فيش اي قرار الا ما كان في كلية الحقوق ممثلة لهم اولاد ممثلين في هذه القرارات. وطبعا ده شرف لينا ان احنا اولادنا يكونوا موجودين في اطار القرارات اللي بتصدر من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده دليل على الاهتمام بالتعليم واهتمام بكل اقاليم مصر. وده نشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني سعادته بيولي الاهتمام بينا وباسوان وبكليه حقوق اسوان وعلى مستوى التعليم على مستوى الجنوب وعلى مستوى كل محافظات مصر، له كل الشكر التقدير والاحترام. المنهج الوسطي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن والمنهج مش عارف ايه والتحليل والكلام ده كله، هقول لك حاجه بتوع مناهج البحث عملوه وللاسف احنا مشينا وراه. والله بكلمك جد، ولا مع هذا ولا مع ذاك. والله بكلم جد، هم بتوع مناهج البحث في كليه التربيه عملوه في كليات التربيه واحنا مشينا وراه ولا مش معاه بينه وبينه. لان لما تيجي تشوف يقول لك انا بتابع المنهج الوسطي، المنهج التحليلي، تيجي تشوف الرساله هو ولا تحليلي ولا متابع المنهج التحليلي ولا متابع المنهج مش عارف ايه ولا 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 صدقيني مش اه يعني طيب نروح كده يعتبر يوم 2 فبراير ويوم العداله الاحسان. طيب تعالي لي صف التعليم. شوف المبحث الراجع حضرتك عمال الحق في الضمان الاجتماعي في الشريعه الاسلاميه. انا اللي جيت في الشريعه الاسلاميه. دكتور جمال. معلش ده كانت صفحه 10. صفحه 9، شوفي حضرتك العنوان، شوفي حضرتك بقى تعريف الضمان الاجتماعي في اللغه والفقه وعلى المستوى الدولي. حرف الواو كتير في العنوان بتفقده قيمته. لكن ممكن اقول حاجه ثانيه مفهوم الضمان الاجتماعي. خد بالك حضرتك. بتقول ايه؟ كما انه السطر الثاني في الفقره الثانيه كما انه نظام حديث تمخض عن الازمه الاقتصاديه العالميه. انهي ازمه؟ 29 ها 29 بتقول تيم ما هو كنت تقول تقسموني الاتجاهات اتجاه شكل اتجاه موضوعي وطالما فقهي بقى ما سيبوش سايح على بعضه كده زهبه لا اقول اتجاه شكلي قال كذا ورايك في ايه؟ اتجاه موضوعي قال كذا ورايك في الاخر. الباحثة الدكتورة زينب إسماعيل مصطفى أحمد عبيد اخترت النهاردة القانون الدولي وبالتحديد الحماية الدولية لحق الإنسان في الضمان الاجتماعي. أهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كلمينا على رسالة حضرتك ودينا تفاصيلها. الموضوع بيتكلم عن الاتفاقيات والتوصيات الدولية اللي بتصدرها منظمة العمل الدولية على المستوى الدولي، منظمة العمل العربية لحماية حق الضمان الاجتماعي. يعني نقول حق الضمان الاجتماعي بمفهومه العام يعني بمعنى ايه؟ يعني هو التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة في المجتمع.
اللي هي تكفلها المواثيق الدوليه والعربيه. تعتبر المواثيق الدوليه يعني اعلى من القانون ولا يعني؟ الاتفاقيات الدوليه طبعا اعلى من القانون على حسب دستور اي دوله، هو بيحطها اعلى من القانون او في مستوى التشريع العادي. من المعروف كمان انه عشان نصدر قانون لازم يتوافق مع المواثيق والقوانين الدوليه. طبعا كل دوله لازم يبقى قانونها متوافق مع الاتفاقيات الدوليه اللي صدقت عليها الدوله. حضرتك اخذتي نماذج معينه مثلا خاصه هنا بمصر يعني؟ سافرت نماذج المانيا والولايات المتحده والمستوى الوطني في مصر. يعني عملتي زي ما نقول مقارنه او شفت ايه الفرق مثلا في النماذج دي؟ يعني مثلا ايه النموذج الاعلى بالنسبه لك او الافضل؟ يعني النيوزيلندي. النيوزيلندي هو افضل ضمان اجتماعي في العالم. ايه مميزاته؟ لانه بيضع حد ادنى، ان قل عنه اي فرد في المجتمع بيستحق الضمان الاجتماعي، وما فيش ضمان اجتماعي كده في اي دوله. حد ادنى من الدخل؟ من الدخل. يعني الضمان، ان قل عنه بيستحق الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي ده بيعتبر يعني هل هو مادي هل هو إيه؟ هو مادي وعيني او الاثنين مع بعض. طب احنا لو قلنا نموذج عندنا مثلا هنا تكفل وكرامة او الحاجات دي تعتبر ضمان اجتماعي؟ تعتبر مساعدات اجتماعية من الدولة. برنامج حياة كريمة. حياة كريمة. طيب لو قلنا برضو حضرتك كان بالنسبة لك رسالة الدكتوراه نفسها، المشرفين، الجامعة، يعني الرحلة بتاعتك كانت عاملة ازاي؟ انا بدأت في 2019، سجلت في الجامعة عند الدكتور ماهر عميد كفر الشيخ، وكان نعمل مشرف يعني، والنصائح طبعا، ومشيت عليها وانجز هذا العمل يعني. جميل. الأسرة ايه دورها، وخصوصا ان الوالد قال ان حضرتك كنت، هو كان عايز لك القانون الجنائي، حضرتك اخترت الدولي؟ عشان انا بحب الدوله. كان في مسانده من الوالد؟ طبعا يعني، كلها قانون ما شاء الله يعني. بابا ساعدني في حاجات كتير ومرادفات القانونيه وكده، عشان افهمها يعني وافهم تفسيرها. واكيد طبعا اخوة الوالده طبعا برضو يعني تسهر معاكي طبعا احسن داعم اكيد. ايه تقولي النهارده للوالد والوالده والاسره في اليوم الجميل؟ انا بشكرهم طبعا يعني، واقول لهم ما كنتش وصلت اليوم ده طبعا. امنياتك في المستقبل؟ الجامعه باذن الله. اتمنى ادرس في الجامعه باذن الله. الفقره الثانيه حضرتك بتقولي اما في الفكر الفرنسي فلم يعرف مصدر المعلومه. إيه؟ المصدر بتاعها؟ المصدر انا بقول اما في الفكر الفرنسي الفقره دي هي تبع الفقره اللي بعدها يعني الاثنين مرتبطين ببعض بهامش تحت. طب معلش، هو رايك في التعريفات اللي اتقالت دي؟ كان نفسي تقول ويرى الباحث، هو رايك بقى طالما في خلاف فكري بقى يبقى ليا راي في المساله. استاذ اسماعيل مصطفى والد الدكتوره زينب، الف مبروك. الف مبروك. بارك فيك وبارك في القناه التامنه. الله يخلي حضرتك. حضرتك كراجل قانوني يعني كان لك دور بالنسبه لزينب وبالنسبه لي انها على الاقل تحدد مثلا مسارها او في بعض المراحل او المحطات اللي مرت بها قبل الحصول على الدكتوراه؟ هي اولادي كلهم يعني منهم اربعه كلهم في من رجال القانون ما شاء الله، فلذلك كلنا بنحب القانون، وده اللي حبب زينب في انها تلجا الى انه تحصل على الدكتوراه في القانون الدولي، لانه لاستمراريه القانون في البيت واستمراريه القانون في العائله، وان شاء الله ربنا يوفقها النهارده باذن الله يا رب ان شاء الله. طبعا حضرتك اختيار القانون الدولي يعني برضو ده اكيد كان ليه سبب انها تختار القانون الدولي. هي زينب من محبي القانون الدولي من هي وطالبه، وكانت تحصل فيه على الدرجات العليا، ولذلك انا كنت احبذ انها تعمل الدكتوراه في القانون الجنائي، لكن رفضت واصرت على انه تحصل على الدكتوراه في القانون الدولي، وان شاء الله ربنا وفقها
وان شاء الله ربنا يوفقها اليوم باذن الله. يعني حضرتك كنت مرشح لها القانون الجنائي ده اللي انا رشحته، ولكن هي اصرت فانت دعمتها في هذا الطريق يعني القانون الدولي وراء رغبتها. نعم. انا يعني لبيت رغبتها، وانا اللي رحت يعني سافرت القاهره وانا ومعاها، واخترنا هذا الموضوع الذي الحمايه الدوليه، يعني الحمايه الدوليه اللي نعم. كان اشرف عليها الاستاذ الدكتور ماهر ابو اخوات حفظه الله. نعم. طيب حضرتك بالنسبه لي اكيد مرت بالرساله مصاعب معينه، سفريات، ايه المراحل برضو الاجواء اللي عشتوها اللي قبل الحصول على الدكتوراه، وما شاء الله النهارده يوم الجائزه يعتبر يعني ان شاء الله تكون جائزه كبرى. لكن هي بصراحه اصرت وتعبت وسافرت من كفر الشيخ الى الاسكندريه الى دمياط الى أسوان، يعني وإلى القاهرة إلى الزقازيق، لم تبقي جامعة من جامعات مصر إلا وذهبت تبحث فيها عن الرسالة اللي بتكتب فيها، وإن شاء الله تكون يعني خرجت على خير وتعجب بإذن الله السادة المشرفين عليها بإذن الله. المكتبة الرقمية أو وجود برضو مقر رقمي هنا في الجامعة والجانب الإلكتروني، هل سهل لكم العملية يعني يعتبر، أو دور الجامعة، نقول دور الجامعة كان بالنسبة لحضراتكم إيه النهاردة؟ دور الجامعة يعني كان تبنوا زينب جميعا من السيد رئيس الجامعة إلى السيد نائب رئيس الجامعة إلى السيد وكيل الكلية إلى السيد عميد الكلية الدكتور أيمن أبو غفار، فيعني كانوا لها نعم الناصحين إلى أن وصلت إلى ما هي فيه الآن. شعور حضرتك النهارده يعني كأب مش كرجل قانون؟ والله هو شعور النهارده يعني حصاد الجائزة اللي هو عشنا لها أو عشنا ننتظرها لمدة سنوات. رسالة توجيهها للدكتورة زينب النهارده. إن شاء الله ربنا يوفقها في حياتها من بعد الحصول على الدكتوراه، ووفقها في أن تكون مخلصة لأساتذتها الذين يعني تكبدوا الجهد والمشقة والوقت في سبيل نصل لما نحن وصلنا إليه اليوم. أعزائي المشاهدين، وإحنا بصدد مناقشة رسالة الدكتوراه اليوم بكلية الحقوق، عملية التسجيل وأيضا عملية المتابعة بالنسبة للكلية، وفي دور مهم جدا بالنسبة لقسم الدراسات العليا. هنتعرف على تفاصيل من خلال لقائنا مع الأستاذة أسماء بلال مدير إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان. أهلا بحضرتك معنا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، أهلا بكم، نورتونا. دينا تفاصيل النهاردة الرسالة، رسالة الماجستير أو الدكتوراه النهارده بالنسبه للدكتوره زينب اسماعيل مصطفى. اهلا بحضرتك، نورتونا. اولا احنا النهارده بصدد طبعا مناقشه رساله الدكتوراه للباحثه الدكتوره زينب اسماعيل. الرساله بتاعتها هي هتكون في قسم القانون الدولي، طبعا معها لجنه موقره عظيمه جايه على المنصه، معانا الدكتور ماهر ابو اخوات، ومعانا الدكتور سامي محمد عبد العال، ومعانا برضو الدكتور دكتور جمال ابو الفتوح، وطبعا في دكتور ايمن عبد الغفار اللي هو وكيل الكليه. دي اللجنة دي طبعا بيتم تشكيلها عن طريق الدكتور المشرف على الرسالة، وطبعا هي عندها دكتور مشرف على الرسالة الدكتور ماهر أبو أخوات. طبعا عندي الفترة دي حاليا بالنسبة لنا رسائل الدكتوراه تعتبر برضو أو الماجستير القسم مفيش حاليا تقديم جديد، ولكن اللي بيناقشوا في الفترة دي كلها الناس اللي مسجلين من بدري. ولكن مسجلين من بدري سواء ماجستير أو دكتوراه. سواء ماجستير أو دكتوراه، ولكن حاليا ما زال القسم مجمد. طبعا احنا طبعا بنفخر أصلا إن احنا
بنعمل تحت إدارة متميزة، أستاذ الدكتور عبد العزيز سعد ربيع، هو وكيل الكلية للدراسات العليا ورئيس قسم القانون العام. طبعا الحمد لله حصلت طفرة كبيرة في كلية الحقوق بعد تواجد الدكتور عبد العزيز معنا. بقيت المناقشات بشكل دوري أو مستمر على طول، احنا تقريبا عندنا كل أسبوع في مناقشة أو مناقشتين. الحمد لله الباحثين ماشيين كويس جدا في الرسائل بتاعتهم بمتابعة جيدة جدا، الرسائل بتعرض علينا بتتودى. دوركم انتوا من اول من البداية خطوة خطوة، ايه الدور اللي حضرتكم بتقوموا بيه؟ تمام، بص حضرتك، هو الباحث عندي لما بيسجل الدكتوراه، وطبعا اتفقنا ان حاليا ما فيش تسجيل في الوقت الحالي، ولكن ان شاء الله باذن الله هنفتح التسجيل من اول 10 باذن الله. دورنا بيبقى كالاتي، الباحث بيجيب لي اوراق التسجيل اللي هي بتكون شهادة البكالوريوس بتاعته، شهادة الحصول على الماجستير، وبيجيب لي برضو معاهم شهادة بتاعة اللغة، تمام، التويفل، تمام، واوراقه العادية اللي هي شهادة ميلاده وبطاقة الشخصية والكلام ده كله. بيتم فحص الاوراق دي، وبعد ما بيتم فحصها بتتبعت للإدارة المركزية للدراسات العليا في الجامعة. طبعا إدارة الدراسات العليا بتشوف الكلام ده كله وبتشوف استمارة البحث، وبرضو الباحث بيحدد القسم اللي هو عايز يدخله بناء على التمهيدي اللي هو عمله في الماجستير. بعد كده بيختار القسم، بنعرض عليه مجموعة اسامي دكاترة في القسم ده، بيختار الدكتور المشرف اللي هو عايزه من المجموعة دي، وبيبتدي بقى الدكتور بعد كده بقى دورنا برضو بيبقى فيه لجنة محضر سيمينار، بتعمل له محضر سيمينار من طريق محضر سيمينار، بيعرض الخطة بتاعته وبيتم اعتمادها. بعد كده بنبتدي نشتغل مع الباحث بقى، بيبتدي بقى هو يشتغل مع الدكتور المشرف متابعة الرسالة أول بأول. الرسالة ليها شروط معينة عشان تبقى موجودة وتبقى متكاملة. في حاجة اسمها عندنا منهجية البحث، لازم الرسالة بتتكون من أبواب معينة، من بابين إلى ثلاثة، كل باب برضو بيتكون من فصول. تنسيق مع المشرف ولا؟ طبعا بيبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المشرف في كل خطوة. لأن أنا الباحث لما بيجيب لي الرسالة لازم يكون المشرف مصدق على الرسالة إنها اكتملت كاملة وتمام، يعني بيوقع لي على أوراق معينة، الأوراق دي بناء عليها بعمل نسبة اقتباس للرسالة، وبرضو مش احنا اللي بنعملها، دي بتعملها المكتبة الرقمية في الجامعة في سحاري في المقر الإداري. أعزائي المشاهدين، كنا معكم وهذه الحلقة من رحاب الجامعة، بنشكركم وإلى اللقاء.